غدا تستعيد الفرح بمهرجان التراث الثقافي، حيث يأتي بعد أحداث متسارعة شهدتها العاصمة المؤقتة خلال الآونة الأخيرة، ولذلك يشعر الحضور هنا بلحظات استثنائية. كثير حلو، الأجواء حقيقة زمان. المهرجان الذي سجل حضورا لافتا احتضن مشاركات عديدة ثقافية وفنية وأدبية، بالإضافة إلى المشاركات الحرفية والصناعية. سعداء جدا أن تقوم مثل هذه المهرجانات. من خلال هذه المهرجانات يتم تطبيع الحياة العامة داخل المحافظة عموما وفي المديرية خاصة. المواطنون باحتياج إلى مساحات ثقافية وفنية من هذه الأنشطة، فلا أحاديث متداولة هنا سوى ما يتعلق بالمعرفة والثقافة والإبداع. مهرجان يعني فعالية عدنية رائعة تحيي روح أبناء عدن اللي ظلمنا منذ قبل الاستقلال حتى يومنا هذا، عزلنا تماما وحتى اللحظة ما لنا أي صلاحيات، ما لنا أي مسؤوليات. هنا تترك المرأة حضورا قويا بمشاركتها كما في باقي المحافل، حيث تثبت وجودها في المهرجان بهذه المشاركة. يمكن أغلب النساء اللي هم يشتغلوا الأشياء المهنية، وبصراحة يعني من خلال تفقدي لبعض الأماكن شفت أغلبيتهم يعني النساء اللي تشتغل منها حرفية، منها تشتغل في الإكسوارات، منها تشتغل في الأشياء المأكولات، منها بالأشياء اليدوية، منها من الصناعات الحرفية. على الرغم من الدعم المحدود للمعرض إلا أنه يقام للسنة الثالثة، ويأمل الحاضرون هنا أن يستمر المهرجان في السنوات القادمة. هنا في حديقة فان سيتي شهد مهرجان عدن التراثي الثقافي للمرة الثالثة على التوالي حضورا لافتا، المواطنين سعداء مسرورين لمشاركاتهم بأنشطة الفعالية الفنية والثقافية والأدبية، وعودة العاصمة المؤقتة عدن إلى ريادة المشهد الحضاري والتراثي، خصوصا بعد تراجع هكذا فعاليات في الآونة الأخيرة. حنين جمال، بلقيس، عدن.